انت عملت ايه في موضوع المنحه اللي جات لك؟ مفيش والله. المفروض ان هو لغايه دلوقتي انا معادي يوم 16/1. تمام، معادي مع المنحه، بس في شويه دوشه كده وشويه حاجات، فمش عارف ده هيرجعوا في كلامهم ولا ايه. بس الحمد لله لغايه دلوقتي تمام، ولا اتصلت بيهم ولا هم كلموني. يعني ايه لا انت اتصلت بيهم ولا هم كلموك؟ يعني هو في شويه حاجات كده نازله عامله لي وش. الاول كان في اتصال ما بيني وما بينهم، عملت ايه، هتعمل ايه ان شاء الله وبتاع، مش عارف ايه. فدلوقتي انا حاسس ان ربنا يستر وما يرجعوش في كلامهم. ايه ده ايه ده، انت حد بص لك في المنحه ولا ايه؟ اه والله إيه، انا حاسس ان 3 ارباع المصريين بصوا لي في المنحه، او في ربع كده متضايق ان انا اخدت المنحه دي، مش عارف ليه. طب انت عارف الكلام اللي اتقال عليك ايه على الفيسبوك ولا مش عارف؟ هو انا عارف، انت لو عايز تزود او تقول لي انا معاك. انا بس عايز اعرف ايه موضوع الجندوفلي ده. الجندوفلي عادي يعني، بيقول لك بياع جندوفلي وبيحور علينا، وده عميل واداء اعلاميه وحكوميه مش عارف ايه. الجندوفلي والفريسكا والسمك والشماسي والكراسي بيعملوا براجل واحد ويعرف يشتغل ده، وابن اسكندريه او ابن البحر بيعرف يعمل ده. ولو حد مثلا مش اسكندراني او مش صعيدي يبقى جه اشتغل عند الناس دي وعمل ده، وبعد كده اتعلم وعمله بره. فده حوار عادي جدا. انا كنت في برنامج مع اسعاد يونس والحوار كان عادي بالنسبه لي. خالي جه قال لي، هو بتاع فريسكا، وقال لي تعالى يا يوسف تعالى انت بتعرف تعمل جندوفلي، فاطلع وبدل ما حد تاني ياخد الفلوس دي او اجيب واحد تاني، انت اولى وبتعرف تطبخ وبتعرف تعمل. فالحلقه كانت جندوفلي، ايه اللي يخليني اجيب سيره الفريسكا؟ ما هتكلم ليه عن الفريسكا مثلا، وانا المفروض ان الحوار كله كان على الجندوفلي. ما هو خالي هيطلع بعد مني بفريسكا، لو حد شاف الحلقه كلها خالي كان بعد مني على طول بفريسكا. هقول ليه بقى انا بتاع فريسكا في الحوار اللي انا فيه المفروض بتاع جندوفلي، وهم عارفين ده. واشتغلت، وبعدين كان شغل، كان بيجي لي اوردرات خفيفه قوي ورفيعه، يعني مش الحاجه اللي تكسب، وانا مش فاضي، انا بشتغل اي حاجه تجيب فلوس، بعرف اعمل ده كويس. طب انت شايف ان الطبيعي ان شاب معاه مؤهل عالي يشتغل سريح في الشارع؟ طبيعي جدا. طبيعي، امتى هنكسر الحاجز بتاع الجرافات ده؟ امتى؟ ما تغير بقى الفكر بقى اللي هو بتاعك ده. انا لا انا طب انت يعني ثواني بقى، يعني احنا نقفل الجامعات احسن بقى ونقفل المعاهد التعليم العالي. انا متفق معاك جدا ان هو ان انا بعد ما اتعلمت، انا متفق معاك جدا، بس مش ذنبي ان مفيش شغل في البلد، فهفضل قاعد جنب والدتي. ده مش منطق ومش عقل ان انا البلد عيب في البلد. طب وبعدين والناس اللي قاعده دي؟ ممكن انت اهلك معاهم فلوس، انا والدي توفى وساب علينا فلوسه، ومفروض ان انا اساعد في ده، مش هقعد مستني دوله وبلد وانت ما تعرفش عيشتي ماشيه ازاي. اجيب طقم ب 2000 جنيه واجيب صح، موضوع الطقم ب 2000 جنيه ده ايه بقى؟ انت بتلبس الطقم ب 2000 جنيه فعلا؟ يا عم بلبس اقسم بالله، ممكن وب 3000 كمان اللي انت ما تعرفوش. بس انا بجيب ده ازاي؟ ده الحوار، يوسف بيجيب ده ازاي؟ بخصوص الصوره اللي انت متصورها بلبس الجيش. الصوره اللي متصورها. دي اتصورتها انت؟ انت كنت ظابط في الجيش اصلا؟ انا كنت عسكري في الجيش، ورحت اتصورت في استوديو، فاعطاني بتاعه النقيب، قال لي خد دي يا عم بدل ما تصور بعسكري. طب ما ايه رايك احط لك رايه؟ قلت له رايه دي يا عم بدل ما نتحبس. انا كده كده كنت خلاص هخلص جيشي، وكان فاضل لي كام يوم واخلص جيش، وقلت اتصور بيها وعلقها بوست على الحيطه. يعني عادي، يعني عايز اتصور انا خلصت جيش وفرحان بنفسي، واعطاني مسدس اللي هو والله العظيم بتاع الولاعه، ومسكت بيه وصور. يعني ده كان مسدس لعبه؟ ولاعه، مش مسدس اصلا، اللي هو مسدس ولاعه يعني. دلوقتي بيتم الترويج لقصتك على اعتبار ان انت نموذج لاي شاب مصري خريج جامعه ما اشتغلش بشهادته، يتفضل ينزل الشارع بقى يشتغل بتاع فريسكا، يشتغل بتاع مناديل، يسوق توك توك على عربيه خضار، الكلام ده. هذا الكلام في رايك المفروض يبقى استثناء ولا قاعده؟ هو استثناء، مش انا معاك، بس انت موجود في وقت، يعني هو استثناء المفروض ده حاجه فتره بعديها، وبشتغل في ده حاليا تمام، ولما تيجي حاجه احسن. عبال ما الحال مش حلو والبلد متنيله والشباب معاهم شهادات، ربنا يعلم معاهم شهادات قد ايه واحسن مني مليون مره، بس قاعدين هم غصب عنهم. هو مش بس هو ما كسرش الحاجز ان هقوم واشتغل بده مؤقتا لغايه ما ربنا هيكرم. خلي عندك يقين ان ربنا هيكرمك، انت تعبت وهيبقى عندك يقين ان انت ربنا هيديك حاجه احسن. هل انت مستعد للدراسه في امريكا؟ هل انت مستعد انك تتكلم انجليزي كويس؟ بس عشان في هنا في سوق تفاهم، هي تبع الاتحاد الاوروبي بانجلترا تمام، اللي هي نيوتنج هيل كوليدج، دي موجود منها 30 فرع على مستوى العالم كله. ففي منها في مصر حاليا، في بورسعيد، وفي في اسكندريه، وفي في القاهره. انا هدرس في القاهره ومش مسافر بره، عشان بس سوء التفاهم اللي بيحصل، هتسافر؟ لا انا مش عايز اسافر، عشان كمان غير كده وكده انا الانجليش عندي مش بيرفكت،
فمش هسافر، انا هدرسه هنا وهيفيدني في حياتي ان انا عايز ابقى رجل اعمال في فتره صغيره جدا، وهحقق ده ان شاء الله عشان عندي يقين بربنا، مش ان انا حد جامد، لا خالص عادي جدا. انا هعمل ده عشان انا هدفي ده، انت ما عندكش هدف ده مش ذنبي، ماليش دعوه بيك، بس انا بحاول والله العظيم ان انا اقنعك ان انت تقوم تشتغل، بس مش ذنبي بقى انت مش عايز تقتنع وعايز تسوق ويوسف يا عم، انت تشوف يوسف ايه الاول عشان تتكلم عليه، ده احسن من كده. شكرا. تمام يا يوسف، الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا. ربنا.